بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، واتطلبت مني كتير على القناة. وصفتي النهاردة لنفخ الخدود وتوريدها واعطائها نعومة وترطيب عالي. طبعا انا النهاردة جايبة مكونات كلها موجودة في البيت وفي المطبخ بتاعي. طبعا يا بنات عارفين ان من علامات الجمال هي نفخ الشفايف او الشفايف الكبيره المنفوخه. ناس كتيره جدا بتدفع فلوس كتير علشان تروح تنفخ شفايفها بالبوتكس، فاحنا ان شاء الله بوصفه بسيطه في البيت هنعمل كده وبكل سهوله. اول مكون معايا ان شاء الله يا بنات او هنحتاجه في الوصفه دي وهيكون السكر، ويستحسن يكون السكر البني، بس ان شاء الله انا مش عندي غير السكر الابيض، فهاخد معلقه. وعايزه اقول لكم ان السكر الابيض او السكر فايدته في الوصفه دي ان هو بيقشر لي الشفايف وبيشيل الجلد الميت وبيخلصنا منه خالص. تاني مكون معايا وده المكون الفعال في الوصفه او اللي هو اساسي اساسي في الوصفه وما اقدرش استغنى عنه علشان الوصفه تنجح معاكي، وقد ايه انا بحثت عنه علشان اعرف فوائده كتيره جدا في نفخ الشفايف. وعارفه ان القرفه يا بنات بتحتوي على عناصر طبيعيه طبعا مغذيه للشفايف وبتمنع جفافها وكمان بتحافظ على نعومتها وترطيبها، ده غير ان هي بتكبر حجم الشفايف وبتغنيكي خالص عن البوتكس، وكمان بتنشط الدوره الدمويه بتديكي كده اللون الوردي للشفايف. فهاخد معلقه من القرفه المطحونه، هبدا اقلبهم كده مع بعض. ثالث مكون يا بنات ان شاء الله هيكون معايا زيت الزيتون، وده طبعا بيدينا ترطيب عالي جدا للشفايف وبيغذيها. هاخد حوالي معلقتين يبقى معلقة قرفة معلقة سكر، هنحط عليهم معلقتين من زيت الزيتون، هنقلبهم كويس قوي وهقول لكم ازاي دلوقتي نستخدمها. بس قبل ما اقول لكم ما تنسيش لو الفيديو عجبك اعملي لايك للفيديو وشيريه لصحباتك علشان يستفيدوا منه. خلاص كده يا بنات الوصفه بتاعتي خلصت، اقول لكم ازاي بنستخدمها. اول حاجه يا بنات طبعا بتغسلي شفايفك كويس وبتبداي تجيبي من الوصفه دي وتحطيها على الشفايف لمده 3 دقائق وتسيبيها على شفايفك، وبعد كده بتبداي بحركات دائريه تفركي الشفايف لمده 5 دقائق. هتحسي بقى طبعا ان الجلد الميت كله بيبدا ينشال، وتحسي كده بتوريده وحمار ولمعان وترطيب عالي جدا في الشفايف. وعايزه اقولك لو انت حسيتي بحرقان ما تقلقيش، لان طبعا القرفه زي ما احنا عارفين بطبيعتها حاره، فده مش هيأثر خالص معاكي او مش هيأذيكي في حاجه، ده بالعكس هينشط الدوره الدمويه عندك وهيديكي الحمار والتوريد اللي انت نفسك فيه، ده غير ان انت مع مداومتك استخدام الوصفه هتحسي ان شفايفك بدأت تملى معاكي وتبقى منفوخه وحلوه زي ما انت عايزه. بعد ما تخلصي الوصفة كده عايزة اقولك ان انت بتستخدميها يوم بعد يوم، يعني يوم ويوم لا، 3 ايام في الاسبوع تستخدمي الوصفة دي. بعد ما تخلصي وتشطفي بشرتك او تشطفي شفايفك بتبدأي بقى تبدأي لو انت عندك اي مرطب للشفايف بتحطيه، عندك لونة عندك اي نوع، او انا كنت عاملة معاكو قبل كده يا بنات اللي هو المرطبات الشفايف اللي انا كنت عاملها في البيت، شوفوا خلصت بدأت تخلص ازاي، بجد تحفة يا بنات جربوها. ارجعي للقناة او لو عرفت اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده هسيبه لكم. بعد ما تخلصي وتغسلي شفايفك تقومي دهنها بالمرطب، وطبعا الماسك ده او المؤشر ده بيفضل انت تستخدميه قبل ما تنامي على طول، وبعد كده تدهني المرطب بتاع الشفايف وتنامي. بجد يا بنات الوصفة دي من اكتر الوصفات الفعالة في ان هي تنفخ الشفايف وتديكي توريد عالي، يعني بتوردها لك وتديكي اللون الاحمر اللي انت نفسك فيه، وكمان هترطبها وهتديكي لمعان، بجد حلو 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 قوي الوصفة دي. عايزة اقولك ما تنسيش اللايك والشير، وكمان لو كنت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان تشوفيني في وصفات جديدة، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.